روى عبد الله بن أحمد بسنده إلى سليمان التميمي قال لو أخذ سليمان إيش؟ التميمي أو التيمي. نعم أحسن الله إليك. قال نعم. لو أخذت برخصة كل عالم أو سليمان التيمي ما هو بالتميمي. نعم أحسن الله إليك. روى عبد الله بن أحمد بسنده إلى سليمان التيمي قال لو أخذت برخصة كل عالم أو زلة كل عالم اجتمع فيك الشر كله، نرجو التوضيح. نعم هذا كما ذكرت لكم الكلمة الثانية، يقولون من تتبع الرخص تزندق، يعني من تتبع اجتهادات العلماء ولا يأخذ إلا ما يوافق هواه منها، ولو خالف الدليل يقول ما علي يتحمله فلان، يقول لا، يعني بعض الناس يقول ما هو قاله فلان خلاص يتحمله، يقول لا هو ما يتحمل، هو يخطئ ويصيب، فأنت ما تأخذ من اجتهادات العلماء إلا ما قام عليه الدليل، ما لم يقم عليه الدليل فلا تبرأ ذمتك في هذا، لأنه بشر يخطئ ويصيب. فهذا معنى قول سليمان التيمي يجتمع فيك الشر كله، لأن هذه اجتهادات ما هي بأقوال الرسول صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، إنما هي اجتهادات تخطئ وتصيب، ونحن لا نأخذ من اجتهادات العلماء إلا ما دل عليه الدليل. نعم.